الأخ يقول ما حكم مد الرجلين أمام المصحف؟ إذا كان المصحف قريبا، المصحف قريبا، فإن هذا يمنع منه، كما يكون الرجل في الصف الأول من المسجد والمصاحف أمامه ثم يمد رجليه إلى المصاحف، هذا يمنع منه. لا بد من تعظيم كلام الله جل وعلا. ولو كان أمامك رجل ما استطعت أن تمد رجليك أمامه احتراما لا تقديرا، واحترام كلام الله وآيات الله أعظم احترام هذا الرجل الماثل أمامك. والناس يعدون مثلا مد رجليه أمام الرجل نوع قلة احترام له، فكذلك كنت تمد رجليك أمام المصحف هو قريب منك جدا، يعني ليس ببعيد مثلا بعيد هناك يعني ما تقصى وما في مجال، هو قريب منك مثلا بنهاية الصف الذي هو متر ونص تمد رجليك أمامه، هذا في نوع قلة احترام لكلام الله، فينكر هذا الفعل ويرشدون. إذا كما يستطيع من كبار السن كما تجب على كبار السن تزيل المصاحف أمامه تنقلها لجهة أخرى لا تكون أمام قدمه حتى تكون عن يمينه أو عن شماله. هل يكون هذا محرم عليه؟ إذا كان قريبا منه جدا نعم قد يصل التحريم، غير بعيد، غير بعيد، إذا كان أمامه قريبا جدا. لكن قلت أكثر عامة ما يقصد إما من تعب أو غير ذلك، فنحن بدورنا إذا استطعنا أن نزيل المصاحف نزيلها، ولن نبعد هذا الرجل حيث لا يكون منكم قريبا جدا. أما لتعد ملاصق هذا لا 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 يشك أحد في تحريمه، لا يشك أحد في تحريمه، ولا يمكن يقر أصلا بهذا بحريم من هذه الأحوال. وحتى القريب جدا هذا يقول لك ينكر، هذا ما يمكن، لا بد من احترام كلام الله ولا بد من تقديره. ولذلك المفروض ما إذا وجد كبير في السن يصلي في المسجد وما هو صاحب إما أن ترفع وإما أن تزال عن من أمامه حتى لا يستقبل، لأنه هو معذور، هو عنده مرض مثلا، عنده لا بد أن يمد رجليه، فإذا نزيله نحن لك أفضل. وضع المصاحف المفروض على الأعمدة هذا أفضل حل، لما راح يكون المصاحف خلفت خلف دبرك وقريبة منك جدا ليست بعيدة، مثل هناك هنا مصحف والرجل يصلي خلفه ما في تأثير واضح بعد، أما القريب جدا مشكلة هذه حيث يكون خلف الدور مباشرة، فكون تضع على الأعمدة أو تضع رفوف أمامية فوقية يكون أحسن من قضية وضعها نازل تمد الأرجل إليه. لكن لو قدر وجب درجه لا بد من إنكاره، وإذا كان ما نستطيع إزالة المصاحف نزيل الرجل نبعده من هنا أو في مكان آخر. كذلك في أيضا مسألة أخرى بالنسبة بين الأغسال مسألة المصحف، والناس بعض الناس يقرأ المصحف يضع بلل هكذا ثم يبل، هذا الفقهاء كثير من الفقهاء يكرهونه، هذا كثير من الفقهاء يكرهونه حيث ما يضع البلل في كلام الله جل وعلا. نعم هم ما حرموه إنما يكرهونه لأنه ليس بصاقا، لو كان بصاقا لكان حراما، اللهم مجرد بلل فتح الصفحة، فالفقهاء يكرهون هذا. ولكن الفقهاء يكرهون توسد القرآن بمعنى تضع تحت الوسادة وتنام على الوسادة يكرهونه، ويكرهون أيضا بل طائف منهم يحرمون الدخول بالمصحف إلى دورات المياه إلا في حالة واحدة، قال إذا خشيت يسرق تخشى أن يضرب الخلف سرق منك، فأنت تدخل فيه هنا كل الحاجة، وللأصل ما تدخل فيه تمنع من الدخول فيه، ولكن إذا خشيت السرقة تضعه في مكان آمن، وإذا لم تستطع وضعه في مكان تدخل فيه لتعتبر لي الحاجة.